مستشار زيدان يكشف حقيقة عرض سان جيرمان. نفى مستشار زيدان دين زيدان يوم الجمعة أن نجم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 1998 سيتولى قريبا تدريب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي. الأول لكرة القدم خلفا لمدربه الحالي الأرجنتيني ماريسيو ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل. وفي وقت سابق اليوم قالت إذاعة أوروبا وان الفرنسية دون الكشف عن أي مصادر أن زيدان سيتولى على الفور تدريب سان جيرمان خلفا لبوكيتينو. ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن الآن ميغالياتشيو مستشار زيدان قوله: كل هذه الشائعات التي تتردد لا أساس لها. وأضاف المستشار: حتى يومنا هذا أنا الشخص الوحيد مخول بتمثيل وتقديم المشورة إلى زين زيدان، لا زين الدين زيدان ولا أنا شخصيا تلقينا أي اتصال مباشر من مالك سان جيرمان. وكان بوكيتينو تولى تدريب سان جيرمان قبل 12 شهرا، لكنه فشل في قيادة الفريق نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وأودع الفريق الباريسي البطولة الأوروبية الأولى للأندية من دوري 16 هذا العام بعد هزيمته أمام ريال مدريد بطل إسبانيا وفريق زيدان السابق، والذي توج باللقب لاحقا على حساب ليفربول الإنجليزي. وضمن سان جيرمان الفوز بلقب الدوري الفرنسي مبكرا في أبريل، وهو اللقب الوحيد الذي فاز فيه في الموسم المنقضي. ولم يرتبط زيدان صاحب 49 عاما بأي فريق منذ ترك ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021.